الآن مشاهدينا، أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. وزارة الداخلية تبدأ اليوم تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة لاستخراج الوثائق مباشرة، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة. رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن ترشحها في الانتخابات المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا إلى 20 قتيل و 1015 مصاب. وإليكم التفاصيل. تبدأ وزارة الداخلية اليوم تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة لاستخراج الوثائق منها مباشرة، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة 68. وتتيح الماكينات الجديدة للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بصفة فورية مجرد إدخال المواطن للبيانات وحسابه لخصم قيمة استخراج الوثيقة، تمهيدا لاستخراج وثائق أخرى فورية، وبهدف وجود هذه الماكينات للقضاء على زحام وتسهيل الخدمات على المواطنين لاستخراج ثبوتية في وقت زمني قصير دون أي عناء. وتنتشر الماكينات في الأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدنية وبعض المطارات، منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ. تنظم اليوم وزارة التنمية المحلية الجزء الأول من الدورة التدريبية السنوية قادة المستقبل لواحد وثمانين متدرب بمركز التنمية المحلية بسقارة ولمدة 3 أسابيع. وأكد محمود شعراوي وزير لأنه جرى اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة. وأشار شعراوي إلى أن الدورة التدريبية ستركز على كل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقة المهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات. التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية. وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر وهيئة الأمم المتحدة في زيادة المشروعات التي تمكن المرأة اقتصاديا واجتماعيا بهدف العمل على تحقيق هدف التنمية المستدامة. وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية تماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها رئيس السيسي، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة. عربيا، أعلنت قيادة عمليات بغداد إعادة فتح عدد من الطرق والساحات أمام حركة السيارات بشكل، وأوضحت القادة في بيان أنه تم فتح طريق محمد القاسم أمام حركة السيارات، مضيفة أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة طيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل. وكانت الأجهزة الأمنية في العراق قد اتخذت أمس إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الأمريكي في البلاد. قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جينينا نيسا أنها
سترشح نفسها في الانتخابات المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات ودفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة. وتولت نيسا العضو السابق في مجلس الشيوخ الرئاسة في نوفمبر من خلال تفعيل بند دستوري ينص على أنها هي التالية في حكم البلاد بعد استقالة موراليس ونائبه ونواب آخرين من حزبه الاشتراك. أعلن مسؤول الطوارئ في تركيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد إلى 20 قتيل و 1015 مصاب. وذكر بيان صادر عن رئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن 16 شخص لقوا مصرعهم في محافظة إلازيغ وأربعة قتلى في محافظة ملاطية، مضيفا أن 1015 شخص آخرين أصيبوا. وصرح وزير الصحة التركي عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن نحو 30 شخص آخرين دفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة في محافظتي إلازيغ وملاطية، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وإلى أخبار الرياضة، يدخل النادي الأهلي مساء اليوم معسكرا مغلقا في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وطالب فايلر المدير الفني لنادي الأهلي لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط لتجنب الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد تأزم نتائج الفريق بسبب نتائج الجولتين الأخيرتين. هذا وأصبح الفريق الأحمر مطالبا بالفوز على النجم والهلال من بعد لضمان التأهل دون النظر لباقي النتائج الأخرى. ويدخل الأهلي لقاء محتلا للمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم صاحب الصدارة ب9 نقاط. انتهت مباراة فريق الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويأتي مازيمبي في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. وكانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمازيمبي الذي ضمن التأهل رسميا قبل لقائه مع الزمالك، فيما يحتاج الفارس الأبيض إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الثمانية في البطولة. تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبيات الخاص في مصر حتى 31 من يناير الجاري بملاعب استاد القاهرة والدفاع الجوي مباريات كرة القدم. ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكيني على استاد الدفاع الجوي. وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية والتي تقام برعاية رئيس السيسي تفاصيل حفل الافتتاح في مؤتمر صحفي حضره كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الأقليمي للأولمبيات الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس الأفريقي للأولمبيات الخاص لمنطقة إفريقيا ورئيس التنفيذي للأولمبيات الخاص. ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح غدا باستاد الدفاع الجوي. تأهل منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره الجزائري 30-27 في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبذلك وبتلك النتيجة يواجه منتخبنا الوطني منتخب تونس في البطولة. وجدير بالذكر أن منتخب اليد المصري قد تأهل أول المجموعة بعد أن شهد دور ربع النهائي فوز منتخبنا على الجابون وأنجولا، كما نجح منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول أيضاً.
نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة الداخلية تبدأ اليوم تشغيل مكينة الأحوال الجديدة لاستخراج الوثائق منها مباشرة، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة. رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن ترشحها في الانتخابات المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا إلى 20 قتيل و 1015 مصاب. مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.